يا صباح القشطة ويا صباح كل حاجة حلوة في الدنيا دي. عاملين ايه حبايب قلبي؟ وحشتوني جدا. فيديو النهاردة كده بادئ يا جماعة، كنت عاملة بيض مسلوق لبلة وكنت عايزة كده اقطعه لها، فدي القطعة بتاعة البيض خطيرة خطيرة خطيرة، كنت جايباها في جهازي وهي عملية جدا بصراحة، نفعاني قوي وديها بقالها هو معايا ماشية في رابع سنة، بصراحة حلوة قوي 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 والله، ما مقصرة في واجبها يا جماعة. بحط بقى الايزابيلا شويه فلفل اسمر وبحط لها طبعا ملح، هي متعوده على كده من وهي عندها سنه يا جماعه. البيض احنا مش بناكلوه من غير فلفل اسمر اصلا ولا التوابل القمر بتاعتنا دي، تمام. وانا بقى طبعا لما باجي اعمله لنفسي بضيف عليه شطه. كده الطبق بتاع بيلا خلاص، كنت برضو بسخن لها واحد كايزر لان بتحب العيش الكايزر جدا فوق ما تتخيل. المهم بقى الغدا كان اليوم ده مكرونه بشاميل، ماما كانت بعتها لي، قطعت عليها كده واحده بنجر كانت عندي، شكلها كان غلبان قوي يا جماعه في التلاجة، فبصراحه يعني قلت واي نوت، يعني ما اقطع احسن ما تبوظ خالص يعني جسمي يستفيد بيها. دخلت بقى يا جماعه على اوضه النوم، بصراحه كده ما كانش عاجبني شكلها، قلت بقى هفرش كده المفرش الشتوي الفيروزي بتاعي. كان بقالي حرفيا 3 سنين ما فرشتوش، انا فرشته مره واحده بس في بدايه جوازي وما قعدش يومين ثلاثه وبعد كده شلته. كان وقتها الناس بتجيلي وكده ففرشته، بعد كده شلته والنهارده هو فرشته، بجد شكله فظيع 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 على الحقيقه، اجمل من الصور بكتير. احنا كده بنقول يا مرحب بالشتاء، بنقول يا مرحب بالشتاء بالمفرش الشتوي الفيروزي المبهج ده اللي رجعني عروسه تاني، ده بجد يا جماعه رجعني عروسه تاني. المهم بقى ماما جابت كده قطه، فالقطه دي صغنونه قوي، احنا لسه مش عارفين ولد ولا بنت على فكره، احنا حتى ما سالناش الراجل، لما اختي تروح تكشف بالقطه تبقى تسال ايزابيلا كانت هتتعبط عليها. ضيف جديد يا جماعه، ده ضيف جديد قمر جدا، يعني هي صغننه خالص لسه طبعا التطعيمات بتاعتها مش دلوقتي، بس احنا طول عمرنا عايشين مع كلاب وقطط، ده بجد يا جماعه ما نقدرش نقعد من غيرهم بقى خلاص. البيت عند ماما ما بقاش ينفع يبقى بيت من غير كلب او قطه، انتوا فاهمين يعني لازم ده اساسي كده. المهم مروان بقى بيجيب لنا طبعا كل يوم ايس كريم كده انواع، خاصه ان احنا في الشتاء احنا بنعشق الايس كريم في الشتاء. جاب لي دولسي، دي يا لهوي على الجمدان، دولسي بصوص الشوكليت فظيعه، طعمها فظيع، انا عمري ما دقت ايس كريم بالحلاوه دي، خطيره خطيره خطيره، جواها صوص الشوكليت، انا فضلت كده اعمل معاك واكل معاك عشان اوريكم صوص الشوكليت اللي جوه، الصوص رهيب يا فندم، انتوا بتتكلموا في ايه؟ الايس كريم من بره غير طعم اللي جوه غير طعم الصوص اللي جوه جوه، يعني بجد خطير خطير خطير، شايفين 3 طبقات تحفه. صباح الخير يا جماعة، لسه صاحية فهعمل الفطار بتاعي دلوقتي، طبعا انت حفظته خلاص، هعمل فرينش توست وآيس كوفي، نسكافيه البيضة ودي العسل بتاع هيرو، تمام، واللبن دي كده في الحوض ملهاش لازمة دلوقتي، وادي التوست وادي الزبدة، تمام. طلعت كيس فانيليا وطلعت كمان واحد سكر دايت ستيفيا، تمام، توم كده عشان انا بحب اجهز كل حاجه يا جماعه جنبي، والزبده هروح اجيب التلج وكده اكون كل حاجه جنبي عشان اعمل الفطار، تمام. انا مش هشارك معاكم الفطار بصراحه لان عملته معاكم قبل كده، يعني عملت معاكم مرتين ثلاثه كمان مش مره واحده. طلعت كده طبق، الطبق ده هقول لكم سريعا، تمام. بتحطي بيضه وتحطي لبن وتحطي قرفه وتحطي فانيليا، بتقلبيهم على بعض، بتحطي التوست فيهم اهو، بتغرقي بقى التوست الخلطه دي وتحطي زبده على الطاسه وتبداي ان انت تحمصي التوست المتغرق بالماده، وبعد كده اول ما يطلع بتحطي عليه اي صوص انت عايزاه. انا هحط النهارده عسل ابيض، بحط مربى لايت، بحط عسل ابيض، اي سيروم يا جماعه او اي سيرب، اي حاجة، اي صوص، صوص فراولة، صوص شوكولات، بس بما ان الحوار دايت وانا عايزة الكلام ده كله يكون دايت فبحط عسل ابيض يا اما مربى لايت، يعني هو كده، ما بحطش بقى اي حاجة تكون سكرها عالي جدا او حاجة تفسد كل ده، يعني احنا مش ناقصين بقى حاجة تبوظ الدنيا، يعني احنا ملتزمين، مش ملتزمين قوي يعني بما انكم شفتوا الايس كريم بتاعت امبارح، بس على الاقل ملتزمين شويه. فاروح اظبط كل حاجه، اعمل ايس كوفي عادي ما بعملوش باي طريقه،
انا بحب الايس كوفي بيزك، يعني ايه يعني بحط نسكافيه، بحط سكر دايت، بحط تلج، بحط ميه، بحط شويه لبن بس كده، ما بحطش بقى اي كراميل، ما بحط، ما بعملوش فوم دلوقتي خالص او فوم، ما بعملش اي حاجه فيه، بعمل ايس كوفي بيزك خالص. فاروح اظبط الدنيا واشغل كده فيديو على اليوتيوب يكون جنبي يسليني من الروتينات اللي انا بحبها وبحب اتفرج عليها، وهنشوف هنعمله ايه تاني في اليوم بتاعنا. عايزاكم يا جماعه تقولوا لي رايكم في الفرش بتاع اوضه النوم الجديد، اللونه فيروزي خطير، ومش جديد لسه شارياه، لا جديد من جهازي، يعني لسه مطلعه جامد. انا طلعت الاحمر معاكم وطلعت كمان الابيض في اسود معاكم، ده تالت واحد عندي هو الفيروزي، التلاتة جامدين جدا جدا وشكلهم تحفة، بس الفيروزي كده بيدي حق ان انتي عروسة كده، مش عارفة، شيك شيك شيك. عارفين نفسي في ايه؟ نفسي اجيب واحد اسود بقى سادة، يعني اسود مفهوش اي حاجة خالص، حاسة انه هيبقى لطيف برضه. يا جماعة بحب الاسودات قوي في اوضة النوم بصراحة. فهروح دلوقتي اعمل الفطار ونشوفه هنظبطه ايه الدنيا مع بعض. يا جماعة ده شكل الفطار بتاعي، انا هروح افطر واشرب الايس كوفي. الايس كوفي لونه كده عشان اللبن فيه قليل المره دي، ودي حاجه هلسيليه على فكره ان اللبن يكون قليل، عشان اللبن في بعض الاحيان بيوقف الحرق، عشان تكونوا عارفين لو حد بيشرب لبن كتير كل يوم يا جماعه بيوقف الحرق، ويعني مش بيخليكي كده ان انت تحرقي زي ما انت مثلا ما تشربيش لبن في يومك. بس طبعا احنا محتاجين لبن في حياتنا، فالبديل بتاعه اللبن جوز الهند والحاجات اللي فيها فيتامينز وكده بصراحه، فلو حد قادر بقى يجيب يجيب، انا هجربه الفتره الجايه وبرضه هقول لكم ريفيو عن طعمه وكل حاجه. خلصت الفيتامين ده، فيتامين د من انفينيتي، ده فيتامين يا جماعه للناس، بصوا هقول لكم الحالات اللي تاخده، الحالات اللي تاخده الناس اللي مش بتتعرض للشمس، الناس اللي حاسه انها عندها نقص فيتامين د بسبب انها مش بتاكل حاجات غذائيه فيها فيتامين د كتير، الناس اللي عظمها بيوجعها طول الوقت، الناس طبعا اصحاب كسل الغده الدرقيه ياخدوه طبعا طبعا، يعني الغده الدرقيه بتاذي العظم بطريقه غريبه، فانت لازم تدعمي الحوار ده بفيتامين د. ومش هتقدري على فكره تاخديه من الاكل، تمام، جسمك اكيد مش هيمتصه كويس من الاكل، فلازم تاخديه كفيتامين كده. فهو من انفينيتي تحفه، انا خدته كورس كامل لمده 3 شهور متواصل، تمام. طبعا انا هتعرض للشمس كتير الشهر الجاي، فهوقف بعد ما ارجع من المصيف، هبقى ارجع ان انا اخده تاني، لاني انا يعني هاخد كفايتي قوي من فيتامين د الفتره الجايه طبعا، يعني فكمان هريح جسمي منه عشان ما يأذنيش. لازم يا جماعه تاخدوا كورس 3 شهور متواصل، تفصلوا شهر او شهرين ترجعوا تاخدوا كورس 3 شهور متواصل. في ناس بيبقى عندها نقص فيتامين د ومش بتكون عارفه ومش بتكون محلله، بس انت واثقه وعارفه ان انت ما بتاخديش المصادر بتاعته، ولا بتتعرضي للشمس، ولا بتاخديه بسبب كسل الغده، فده بيدعم جدا جدا يا جماعه العظم بتاعك، بيدعم نفسيتك طبعا. لو انت شعرك بيقع وما عندكيش ولا حاجه ولا انيميا ولا حاجه، فاعرفي انه نقص فيتامين د برضو. الاكتئاب لو بيجيلك فجأة وتحس ان انت عايز تعيطي فجأة كده، فبرضو بيكون نقص فيتامين د. فانا يعني بقولك ان انت لازم تاخديه، وبرضو استشيري دكتورك لو انت ممنوع ليكي تاخدي بعض التابلتس والحاجات دي، استشيري برضو الدكتور، يعني ما فيهاش ضرر ولا حاجة، لا استشيري الدكتور وبعد كده تبدأي ان انت تاخديه عادي. هو بيكون جامي، يعني بيكون زي الجاميز كده، وطعمه مسكر وطعمه حلو جدا، وبصوا اهو خطير، يعني خطير خطير، وبيديك احتياجك اليومي وكل حاجه، فهو عجبني جدا. واه طبعا هرجع اكرره تاني بس مش دلوقتي زي ما قلت لكم، عشان اريح جسمي منه شويه، عشان مش معقول يعني هتاخدي الحاجه باستمرار ممكن تاذيكي وتديكي نتيجه عكسيه اصلا. بس عايزه اقول لكم ايه رايكم بجد يا جماعه في المفرش الشتوي ده، معجبه بيه اقصى اعجاب. المخده اللي في النص دي، المخده دي من بتاعه طقم الضرابيه بتاعي، في مخدتين، دي واحده وشايله واحده كمان، خطيره شكلها تحفه جدا جدا، شكلها مدي فايبس العروسه جدا حلوه. بصوا ده طقم حفر قطيفه، اكيد كلكم عارفينه. بصوا الحفر اللي فيه عامل ازاي، استنى اركز لكم الكاميرا اهو، شايفين الحفر عامل ازاي، شكله تحفه. وكمان بصوا الرسومات اللي هنا بقى خطيرة، يعني شكلها رائع رائع رائع.
طبعا ده انا اول مره افرشه فرش كده، انا فرشته مره واحده بس لما اتجوزت، بس شلته بعديها باسبوع تقريبا، خفت بقى من الهلك وكده، كنت لسه عروسه بقى يا جماعه، فمش عايزه افرش الحاجه تقعد معايا بصراحه، فشلته على طول، فيعتبر دي اول مره افرشه فيها يطول معايا يعني. انا بسيبه بقى لان احنا مش بننام هنا في اوضه النوم، فالحاجه اللي بفرشها في اوضه النوم بصراحه بتطول معايا جدا، ممكن تفضل موسم الشتاء كله، لان الاوضه محدش بيجي جنبها، هي بتبقى مفروشه ومتسابه، انتوا فاهمين؟ لو دخلت بعمل سكين كير والهير كير روتين بتاعي وبطلع، ما بنامش هنا غير لما بيجي لي ضيوف يباتوا، وانا الضيوف اللي بيجي يباتوا عندي بيبقوا كل فين وفين يعني، لما يجي ضيوف يباتوا عندي وكده، فما بيجوليش يعني ضيوف كتير يباتوا، فلما ببيت في الاوضه دي ببيت مثلا في السنه ممكن لو حسبتها توتال 7 ايام، ممكن تخيلوا في السنه كامله ممكن ابات فيها اسبوع. بصوا الطقم ده معاه 2 سجادة صغيرة أو 2 مشاية، طبعا المشايات أنا ما عنديش مكان في أوضة النوم أفرش فيه مشايات أصلا، ففرشت مشاية هنا كأنها زي مفرش، وفرشت مشاية هنا كأنها مفرش، فمدين بقى فايبس حلوة قوي كأن أنا عملت ديكوريشن جديد للأوضة، فاهمين يعني؟ مدين بقى إيحاء كده إن ده ديكور جديد. بصوا في حد هنا بيحاول يطلع يخرب كل حاجة. يلا يا بل، يلا يلا بينا بره. لا احنا طالعين اصلا. وايه ده؟ بصوا بصوا ايه ده، خراب ده كده، خراب رسمي فهمي يعني. روحوا نشوفوا ونصوروا ايه بره بعيدا عن الاوضه اللطيفه اللي كانت هتخرب دلوقتي دي. الغدا بقى يا جماعه بتاع النهارده فراخ مشويه ورز وسبانخ، تمام؟ دخلت بقى عشان اعمل شويه المواعين اللي عندي، بصراحه يعني كان شكلهم مضايقني جدا، فقلت كده اغسلهم، لان يا جماعه والله العظيم بجد طول ما هما في المطبخ كده مضايقين عليا المطبخ، انا اصلا المطبخ بتاعي ضيق، فمش محتاج دقيقه على الدقيقه اللي هو فيه، وخاصه لو الحوض بتاعك صغير، كام كوبايه كده على كام طبق على كام بلاستيكه يبينولك كان انت ما غسلتيش مواعين مثلا، انت بقالك 3 شهور ما غسلتيش مواعين بجد، فدي حاجه برضو بتضايقني جدا. طبعا بقى انا بغسل عشوائي، في ناس بقى ترتب الكوبايات، ترتب الاطباق، ترتب معرفش ايه. ايه يا جماعه، هو انا فاضيه؟ انا داخله اغسل مواعين حضرتك، انا مش داخله مسابقه في الاولمبياد. انتوا في ايه يا جماعه بجد؟ في ستات بتحبكها قوي يا لهوي. طب النظام، انا على فكره انا منظمه جدا، منظمه جدا جدا، بس مش لدرجه الترتيب. طابور انا مش هوقفهم طابور الكوبايات الاول والشبات ورا، يعني انتوا بتهزروا بجد؟ ايه ده بجد؟ عشان كده الستات بتموت بدري من كتر التدقيق في التفاصيل. التفاصيل يا فندم، ليه ليه ما تفككوا اغسلوا اللي يجوا قدامكم، وما فيش حاجه بتزفر، ما فيش حاجه بتعمل على حاجه، امال ايه لازمه الصابون؟ احنا بنهزر، بعدين بنغير الليفه على طول يعني، ف تيك ريست كده يا بيبي، وفضي دماغك شويه من الحاجات دي، وانتبهي لنفسك كده ودلعي نفسك، يعني انتبهي لنفسك ودلعي نفسك، بدل ما انت عماله ترتبي لي الكوبايات والاطباق وده وده وده، فكي كده شويه. خلصت كده كل حاجه، انا ما اغسلش المواعين كلها معاكوا عشان انتوا عارفين طبعا طريقه غسيل المواعين، انا بس بحب اوريكم المنظر قبل وبعد عشان بس نظبط الدنيا، وتعالوا نعمل اندم حاجه في الدنيا. دلوقتي انا هعمل بسكوت الشوفان، ثواني امسح الكاميرا عشان نبدا كده على نظافه كده، تمام؟ اول حاجه انا محتاجاها شوفان، عشان نعمل بسكوت شوفان اول حاجه انا هحتاجها هو الشوفان. انا عندي شوية شوفان قدام هنا، تمام؟ يا لهوي خلينا ناخدوه. محتاجة ايه كمان؟ محتاجة ده للتحلية، عسل هيرو، ومحتاجة جوز هند اساسي معايا، انا بعشق جوز الهند، ده في جوه جوز هند، بس انا هحتاج الكمية دي بس عشان ما يكونش برضو كتير قوي. هحتاج ايه كمان يعني، خلينا نكتشف. بس اول حاجة هعملها انا هطحن الشوفان عشان انا عايزة دقيق شوفان، وبرضو هنضيف شوفان صحيح، بس اجيب المطحنة تمام وابدأ ان انا اطحن. يعني دي اول مرة هعمل بسكوت الشوفان في البيت، دايما بشتريه من بره، ربنا يستر ويطلع ناجح معايا، خاصة ان انا مش عايزة اتعشى بيض، خلاص زهقت كسر الملل بقى، عايزين نكسر الملل عشان ما زهقش يا جماعه من الدايت، عايزه اكسر الملل جدا يعني، فقلت بقى هعمل بسكوت شوفان النهارده، بحيث ان هو يبقى بسكوت. يا جماعه نفسي اكل بسكوت قوي، بسكوت. فخليني افتح الكيسه، الشوفان ده من عنده عطار عادي، خلي بالك
اغرب شوفان بشوفه في حياتي هو الشوفان بتاع العطار، بيبقى شوفان غريب عجيب يعني. هو ده المغذي، هو ده المغذي اللي بجد، طالما من عند العطار هيغذيكي تغذية ما شفتهاش في حياتي كده. هو انا اللي انا هحتاجه، انا متأكدة 300 جرام شوفان يعني البتاعة دي، يعني دي المفروض انا ملاها، فاهمين؟ الشوفان ده لازم يكون في البيت، لو انت بتعملي دايت لازم يكون في البيت على طول، بتحتاجيه في كل حاجة بحرفين، بيدخل في كل وصفات الدايت كده. انا مليتها، هروح اطحنه عشان الصوت واجيلكم. بالنسبة الطريقة اللي انا هعملها دي على طريقة عظميته، واحد كده على تيك توك بيعمل محتوى، تمام؟ دي كده انا عايزة حاجة اعجن فيها، فحطيت كده كل حاجة هنا اهو. دول كده تقريبا 300 جرام شوفان، تقريبا تمام اهو. هقول لكم بقى الحاجات التانية لما انا احفظ الاول، هروح اشوف الطريقة واجي لكم. يا جماعة حطيت كده شوفان، وحطيت زبدة، وكمان مش عارفة ليه دايما الحاجة قوامها بتطلعش معايا زيهم ليه، يعني مش فاهمة بصراحة، يعني القوام بتاعه اتقل بكتير، ده سيل قوي ده. انا كده محتاجة شوفان تاني بقى ولا ايه؟ لو احتجت مضطرة اعمل شوفان تاني دلوقتي. ما علينا، انا هخلص الوصفة كلها، لقيت قوامة ما عجبنيش هحط شوفان. فاحتاج حاجة للتحلية دلوقتي، فهحط عسل، تقدر بقى تحط سكر، حطوا بقى اللي انتوا عايزينه. انا هحط عسل وممكن سكر دايت على فكرة، عادي جدا. عايزة اقول لكم العسل بتاع هيرو ده تحفة، تحفة فنية، تحفة قوي. احط شوية شوفان يعني كحاجة كده ايه، شعبولي يلا شوية. بقى ايه، بيكنج باودر، كيس فانيليا، قرفة، تمام. هو ايه ده، هو ده البيكنج باودر. احب احلى حاجة فيها النسيان يا جماعة، مش ده القوام خالص المفروض انا اوصله خالص بقى، خالص 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 فما تتخيلوا. انا مضطرة يعني اطحن نفس كمية الشوفان اللي انا طحنتها تقريبا. ده كيكة، ده يتعمل كيكة فورا ده. ثواني بس يا جماعه عشان انا نسيت احط جوز هند، اكسكيوز مي، انا بحب جوز الهند قوي، بس انا مضطره اطحن شوفان تاني، مضطره اقول لكم ان انا مش متفائله خالص باللي انا عملته، خالص خالص، دي كلمه قليله. ده شكله انا عامله فطاير مش عامله بسكوت على فكره، ولكن يعني انا عايزه اتعشى النهارده، ما انا ما تعشاش يعني، ما تعشاش، انا عايزه اتعشى. فانا عملت الوصفه زي ما قلت لكم، بس زودت شوفان طبعا عشان تمسك، كانت سايله قوي، فهسيبها دلوقتي ومنين ما تخلص هوريكم النتيجه. يا رب يطلع بسكوت ربع شوفان، حتى مش بسكوت شوفان يعني. خلصت البسكوت وطلع بسكوت، بس اي ثينك ده اسوأ بسكوت دقته في حياتي بجد، يعني انا مش عارفة بصراحة. يعني الشوفان مهما ولسه طري عامه لازم يتساب كده ينشف، انا مش عارفة الناس اللي بتعشق الشوفان ده بتعشقه ازاي، مهما عملت فيه وصفات طعمه ما بيتغيرش ابدا ابدا. يا لهوي ايه ده، طعمه ثابت زي ما هو مهما حاولت ومهما بصوا قومت ان انا ما خلوهوش شوفان، هو ستيل شوفان، انت ستيل شوفان يا ابني. فانا هسيبه يجمد بس قوامه ينشف، انه قوامه طري جدا، محتاج بس ينشف يبقى قوامه شبه البسكوت، بس غالبا يا جماعه مش هتعشى ده. فده شكله اهو، ممكن تسيبوه ينشف اكتر من كده، بس اي ثينك القوام ده احسن قوام ليه يعني.